بين الدمار والأحجار القديمة قدم نحو 20 شابا في محافظة حلب حكاياتهم بأعمال فنية حية فريدة وطرح مختلف للواقع، معرض لفن التجهيز بالفراغ كان يا مكان حلب، الذي أطلقت فكرته الدكتورة بثينة علي أستاذة الرسم والتصوير في جامعة دمشق وبرعاية وزارة الثقافة. انطلق بالشام وبعدين لقينا حلب. ساحة الحطب هي ساحة كانت زينة، اعتبر المشروع سرب حمام، طريق مثل طريق النحل، طريق حمام. انطلق من الشام ووصل لحلب، وإن شاء الله نتمنى يتم هيك يدفش لقدام ويتم عم بيزدهر مثل طريق الحرير. مثل ما حبت الحنطة لما بتوعى بالأرض بتموت بس بعدين بتعطي سيمبول، هالدمار اللي صار عطى سيمبول من الشباب. على بعد خطوات من ساحة الحطب في المدينة القديمة ولدت ظاهرة فنية استثنائية أظهرت تناغما مدهشا بين الفن والمكان، باعثة للحياة من جديد. حلمنا من جديد أنه حلب ترجع تتنفس فن، على وجه الخصوص ساحة الحطب. أول شيء أنا اعتبرت أنه الحمامات هن نحن هذول الأشخاص اللي عم نوقف على هاي الطوابير. ثاني شيء المرايا بالعمل هي انعكاس لهذا الواقع اللي عم يضل يتكرر وعم نضل نشوفه قدامنا وما بنعرف إمتى بيخلص. اسم مشروعي أوابد. رسالتي الوحيدة اللي بقدر أقولها اللي هي جملة أنا كاتبتها بمشروعي، كاتبتها بالشواهد، ولكن رغم كثرتك يا موت سنظل وحيا. المشاركون قدموا تعبيرا عن الواقع كما نسجوه بخيالهم وطابعهم المميز، مستخدمين فن التجهيز بالفراغ وهو أسلوب حديث لمحاكاة خيال الجمهور. كتير كتير مميز، يعني من حيث النوع الفن اللي عم بيطرحه، قدرتهم على البناء. يعني أنا بطلع على المكان كيف وقت اللي دخلنا له قبل وجود هالمعرض وكيف هو بوجود هالمعرض أخذ حياة وعطانا شيء من الحياة. فشبابنا بأفكارهم قدروا يجيبوا كل هاي الناس، ومو أي ناس اللي جايين لهون، ناس عارفان شو بدها من هذا المعرض، جاي لهدف معين. الأفكار المقدمة تضمنت ربط الواقع بالفراغ المجسد بكل تفاصيله من خلال أعمال فنية حية كانت الطيور فكرتها الأساسية والعامل المشترك فيها. هي ظاهرة فنية أولى من نوعها عبر تحول ساحة الحطب من ساحة معارك وقتال لساحة مزقت الحرب بفنها. وليد هنائي، الإخبارية السورية، حلب.